سنة 1920 قام العالم جون واتسون بأبشع تجربة لطفل عمره 9 أشهر. بدأت التجربة بعد ألبرت والفأر في نفس الغرفة، ولم يخشى ألبرت الفأر، وقام واتسون بضبط الخوف عن طريق تركب المتركة عند لمس ألبرت الفأر. بعد تكرار الأمر عدة مرات أصبح ألبرت يقلق كلما ظهر الفأر، وكان الهدف من التجربة معرفة الخوف هل هو شيء فطري أم مكتسب.